مشاركة في المهرجان ديال مكناسي السينما الشباب. هذه أول مشاركة ديالي في المهرجان وكنشارك فيلم قصير اسمه جوج دقائق. الفيلم كيدوي على الفكرة ديال جمعية كتجنب أطفال كيفاش مرأة كتكون معرفة في الطريق كتلقى مع واحد السيد خدام في الجمعية كيحاول يدوي مع الناس باش يقدم لهم الجمعية ديالو. هذه هو الفكرة.